السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا الدرس الأول من دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط، عندنا the holidays العطل. طبعا هنا يقول what do you think فيصل منى and هدى did in the holidays، ماذا فعل فيصل ومنى وهدى في العطل؟ سلع الماضي read and choose، يقول did you go away in the holidays، هل ذهبت يعني طلعت برا خارج البيت في العطل؟ يقول yes I went to the village by the river، رحت للقرية قرب النهر. What did you do there؟ ماذا فعلت هناك؟ Oh, I went swimming every day. أنا ذهبت إلى للسباحة كل يوم. And why؟ يكمل هذا فيصل، هذا أحمد يسأله. Did you go away in the holidays؟ هل خرجت في العطل؟ هذه طبعاً رشا تسأل هدى، تقول no منى I stayed at home. كلا بقيت في البيت. What did you do all the time؟ ماذا فعلت طوال الوقت؟ Oh, lots of things. I كثير من الأشياء. I فلان شي فلان شي سويت. هنا ايضا منى نفس السؤال not very much I مو كثير من الاشياء اللي سويتها. شوف هنا تقدر انت تعبر I went shopping ذهبت للتسوق. I got up late every day انا انهض او استيقظ متاخرا كل يوم. I learned to cook تعلمت ان اطبخ. I went to the zoo انا ذهبت لحديقة الحيوانات. I went to the football match ذهبت لمباراة كرة القدم. We listened to the music. نحن استمعنا للموسيقى. I made some clothes. أنا صنعت بعض الملابس. I read lots of books. أنا قرأت الكثير من الكتب. I went to the museum. أنا ذهبت للمتحف. I saw my friends every day. أنا رأيت أصدقائي كل يوم. أنا I went camping. أنا ذهبت للتخييم أسوي خيمة وهكذا. طبعا what about you؟ ماذا عنك؟ يعني شلون هذا السؤال والجواب يتدربون عليها الطالبة، شنو اللي سويته بالعطل باعتبار هذا الدرس الأول وانت كنت في مرحلة السادس الابتدائي. أزين نروح للنشاط أعزائي. أوكي هنا ريد أقرأ وأجب عن الأسئلة ثم أسأل صديقك yes or no. What did you do in the holidays؟ شنو سويته بالعطل؟ Did you هل أنت طبعا تسأل بالماضي go away ذهبت يعني خرجت طلعت لو yes إذا أنت تقول yes تخلي يس نو تخلي نو اوكي وهكذا يعني باليس تخلي صاحب النو تخلي اكس وهكذا. go to the park رحت للمتنزه. go to any parties ذهبت الى حفلات. go shopping ذهبت للتسوق. play any games لعبت اي لعب. visit your friends زرت اصدقائك. watch TV شاهدت التلفاز. read any books قرأت اي كتب. help in the house ساعدت في البيت. go on a picnic ذهبت في نزهة. go camping ذهبت للتخييم. go to the cinema ذهبت للسينما. stay at home بقيت في البيت وهكذا. did you or your partner do anything else؟ هل أنت أو زميلك سوى أشياء غير هاي اللي مذكورة هنا تقدر تذكرها؟ write notes here اكتب الملاحظات هنا. أنت شنو اللي سويته غير هاي الأشياء المذكورة وزميلك شنو اللي سواه؟ زين هنا عندنا أيضا اكتب إنشاء حول العطل وفي الدفتر مالتك. هنا ملاحظة دراسية ملاحظة بالكتابة اجعل كتابتك أفضل. اقرأ ودقق هاي الأشياء. spelling الإملاء. punctuation الترقيم. wrong words الكلمات الغلط. missing words الكلمات المفقودة. then write your paragraph ثم اكتب الباراجراف مالتك الفقرة مرة أخرى correctly بصورة صحيحة in your best handwriting في أفضل كتابة يدوية.